أكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور أنه لن يعفي مجلس الأمن من مسؤوليته، وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته لأنه معني بحفظ الأمن والسلم الدوليين. وفي كلمته بعد القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني بغزة، طالب مندوب فلسطين بالأمم المتحدة ملاحقة ومحاسبة من استهدف المستشفى بغزة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. المذبحة التي وقعت في المستشفى اليوم غيرت الديناميكس وغيرت الجو الذي كان سائدا في مجلس الأمن. الجو الذي يجب أن يسود بسبب هذه المجزرة وقف إطلاق النار فورا immediately دون تأخير ودون تبديل، لأن كل تأخير يعني مئات ربما آلاف الضحايا الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني. وكل من عنده ضمير حي عليه أن يشدد الجهد على هذه المسألة، وأن لا تبقى مسألة مائعة لتسمح لإسرائيل أن تستمر في عدوانها وفي غيها وفي بطشها وفي جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. لذلك نحن الآن أكثر قوة وتماسكا ووحدة في الإصرار على هذا الطلب، ولن نحيد عنه